بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بناتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة السابقة أخذنا المنظمة كنسق اجتماعي مفتوح، وتعرفنا على خصائص النسق الاجتماعي المفتوح. بالنسبة في هذه المحاضرة إن شاء الله سنتناول مفهوم جهاز تنظيم المجتمع، وسنتناول أيضا أنواع أجهزة تنظيم المجتمع. سنأخذ الموضوع الأول وهو مفهوم تنظيم المجتمع. عندنا بالنسبة لمفهوم تنظيم المجتمع عندنا يوجد مفهوم أول ومفهوم ثاني، مفهوم تقليدي ومفهوم حديث. المفهوم التقليدي هو المفهوم الذي يعتمد فيه الجهاز على التنسيق، لأنه يتناسب مع مرحلة التنسيق، فلذلك مفهوم تقليدي، بنسميه تقليدي لأنه بيعتمد على التنسيق، وهذا التنسيق وهذه التنسيق تعتبر مرحلة من المراحل الأولى لتطور طريق تنظيم المجتمع بالنسبة للأجهزة. فأول ما بدأت عندنا اللي هي أجهزة التنسيق، وهذه كانت تهتم اللي هي طريقة تنظيم المجتمع بهذه المرحلة اللي هي مرحلة التنسيق بين المؤسسات والتنسيق في تقديم الخدمات. وهذا كله لماذا اعتمدنا التنسيق كمرحلة أولى؟ لأنه التنسيق بين المؤسسات يوفر الجهد والتكاليف، وأيضا يعني الازدواجية، كذلك بمنع الازدواجية في تقديم الخدمات للمستفيدين من خدمات المؤسسات. طبعا هنا بيعتمد في جهاز التنسيق اللي هو الجهاز التقليدي ما بيقدمش لنا خدمة مباشرة، ولكن يقدم الخدمات غير المباشرة، خدمات غير مباشرة. نعم، طبعا لو بدنا نعرف الأجهزة التقليدية اللي هي أجهزة تنظيم المجتمع، يعني زي الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أيضا الاتحاد العام كذلك للجمعيات والمؤسسات النوعية، هذه ما بتقدمش خدمات مباشرة للجمهور، ولكن تقدم خدمات غير مباشرة، وذلك عن طريق التنسيق بين هذه الأجهزة وما تشمله من أجهزة أخرى أو مؤسسات أخرى تابعة لهذا الجهاز. فلذلك بنسميها أجهزة يعني بتقدم خدمات غير مباشرة، الجمهور لا يستفيد من هذه الخدمات مباشرة، وإنما بيستفيد من هذه الخدمات التي تقدمها للمؤسسات بطريقة غير مباشرة. واضح؟ عشان نعرف إيش هي الخدمات المباشرة وغير مباشرة. الخدمة المباشرة هي التي تقدمها المؤسسة أو الجهاز مباشرة بحيث يستفيد منها الجمهور أو المستفيدين من الخدمة، زي المحلات الاجتماعية، مراكز الاجتماعية، هذه بتقدم خدمات مباشرة، واضح؟ للجمهور. أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية بمديرياتها المختلفة، هذه طبعا تقدم خدمات مباشرة للمستفيدين من خدماتها، واضح؟ وهكذا. في عندنا المفهوم الثاني وهو مفهوم معاصر أو مفهوم حديث. فالنظرة المعاصرة لجهاز تنظيم المجتمع لابد أن تشتمل أو يشتمل جهاز تنظيم المجتمع على تقديم الخدمات المباشرة والغير مباشرة، مش بس خدمات غير مباشرة، لا، اليوم المفهوم الحديث لابد جهاز تنظيم المجتمع أن يقدم لنا خدمات مباشرة وغير مباشرة. فجهاز تنظيم المجتمع منظمة بتقدم خدمات للمجتمع بأسلوب مباشر وغير مباشر، واضح؟ الأجهزة الثانوية في تنظيم المجتمع، الأجهزة الثانوية تقدم خدمات مباشرة،
مثل ماذا تقول لي؟ مين تقول لي مثل ماذا الخدم الأجهزة الثانوية؟ أيوة بنتي. المدارس والمستشفيات والمصانع. بالضبط. المسجد أيضا كذلك. صحيح. يعتبر من المؤسسات الثانوية اللي هي الثانوية، لكن بيقدم خدمة مباشرة. المستشفى، المدرسة، المصنع، هذه بيقدم لنا خدمات مباشرة. واضح؟ وطريقة تنظيم المجتمع أو الخدمة الاجتماعية بتعمل في هذه المؤسسات اللي هي الأجهزة الثانوية بحيث أن تساعد هذه الأجهزة على القيام بتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها. لو قلنا المدرسة، الخدمة الاجتماعية بطرقها الثلاث حتى تنظيم مجتمع وخدمة فرد وخدمة جماعة، بتساعد المدرسة من أجل ماذا؟ مين تقولنا؟ من أجل ماذا؟ تغيير سلوك الأفراد. التعليم، من أجل التعليم. أنا بسمع، أنا عارف أنكم عارفات. نعم، التعليم. إذن الهدف الأساسي للمدرسة هو التعليم، فالخدمة الاجتماعية بتساعد المدرسة على القيام بتحقيق دورها الأساسي وهدفها الأساسي وهو التعليم. طب المستشفى؟ العلاج والوقاية. والخدمة الاجتماعية تمارس في المستشفيات عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين. لماذا؟ من أجل مساعدة المستشفى على تقديم الخدمات وأحسن الخدمات العلاجية والوقائية للمرضى. وهكذا المصنع زيادة الإنتاج، والمسجد اللي هي العبادات والأنشطة الأخرى التي تمارس في المسجد، وهكذا. هذه كلها مؤسسات يعني ثانوية، لكن تقدم خدمات مباشرة. العلاج يقدم مباشرة من المستشفى، والمدرسة تقدم خدمة التعليم، وهكذا. واضح؟ والمصنع يقدم السلع مباشرة التي ينتجها للمستفيدين. فهذه كلها يعني بتقدم خدمات مباشرة. هذه اللي هو المفهوم الثاني لجهاز تنظيم المجتمع. إذا عرفنا عندنا مفهوم أولي ومفهوم ثانوي، المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث. المفهوم التقليدي اللي الأجهزة فيه بتقدم الخدمات غير مباشرة، وعرفنا أمثلة عليها زي الاتحاد الإقليمي، زي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. بعد ذلك عرفنا أيضا الأجهزة التي تقدم خدمات مباشرة. واليوم المفهوم الحديث هو أنه الأجهزة تنظيم المجتمع لابد أن تقدم خدمات غير مباشرة ومباشرة، والأجهزة الثانوية تقدم خدمات مباشرة في يعني في المفهوم الحديث والمعاصر. ننتقل من المفهوم إلى الأنواع، أنواع أجهزة تنظيم المجتمع. طبعا عندنا تصنيفات لبعض العلماء الأجانب وبعض العلماء العرب، فسنأخذ هذه التصنيفات. فسنأتي إلى تصنيف برلمان وغورين. برلمان وغورين، طبعا برلمان وغورين صنف أجهزة تنظيم المجتمع إلى ثلاثة أنواع. عندنا النوع الأول مؤسسات تطوعية، مؤسسات خدماتية، ومؤسسات تخطيطية. هذه الثلاث أجهزة أو ثلاث أنواع من الأجهزة أو المؤسسات الخاصة بأجهزة تنظيم المجتمع. لو جينا للمؤسسات التطوعية، طبعاً بيستهدف أعضاء هذه التنظيمات تحقيق أهداف مشتركة، مثل تحقيق أو تغيير أو إصلاح بعض المؤسسات أو النظم الاجتماعية أو العلاقات الاجتماعية القائمة. وهذه المؤسسات التطوعية إلى ماذا تهدف؟ إلى بناء وتنمية البناء التنظيمي للمنظمات وزيادة فاعليتها في تحقيق الأهداف التي تسعى للوصول إليها. فلذلك من هنا هذه مؤسسات تطوعية، ومن دورها ممكن تحصر المتطوعين وتعرف أنواع المتطوعين وتخصصاتهم وإمكانياتهم، وتوزع المتطوعين وتعرف حاجات المجتمع من المتطوعين أيضا من خلال المؤسسات، وتقوم بحلقة اتصال هذه المؤسسات التطوعية مع مين؟ مع المؤسسات التي ترغب في المتطوعين ومع المتطوعين أنفسهم، وكل يوزع. فهذه المؤسسات لها دور أساسي في تنمية المجتمع، واضح، عن طريق حصر هؤلاء المتطوعين وتوزيعهم على المؤسسات التي ترغب فيهم. ولذلك احنا عندنا هنا في الجامعة احيانا بكون عندنا مكتب
اللي هو الخريجين احيانا بعض المؤسسات بتطلب بعض متطوعين، فممكن او بتطلب بعض عاملين ايضا يعني باصعب برواتب يعني بسيطه، فممكن هذه يعني كتطوع، فممكن المكتب يعني مساعده الخريجين نعتبره من ضمن من نمط من انماط المؤسسات التطوعيه التي تحصر اسماء الخريجين والخريجات وتمد المجتمع بهم عند طلبهم طبعا. وفي مؤسسات متخصصة لذلك، وهذه المؤسسات التطوعية ظهرت عندنا في أوروبا وأمريكا أول ما ظهرت الخدمة الاجتماعية في مرحلة التنسيق، تنسيق يعني أجهزة اللي هي أجهزة التطوع ومؤسسات التطوع واضح تعتمد عليها على أساس بتحصر أسماء المتطوعين وبتحصر أسماء المؤسسات التي ترغب في المتطوعين، وبتقوم بعملية إيه تنسيقية بين المتطوعين وبين هذه المؤسسات لإيجاد المتطوعين فيها حسب إمكانياتهم وكفاءتهم وقدراتهم إلى غير ذلك. واضح؟ واضح هذا الأمر. هذه اللي هي مؤسسات اللي بنسميها اللي تطوعية. نعم. طيب في عندنا المؤسسات الخدماتية، المؤسسات الخدماتية، المؤسسات الخدماتية تقدم خدمات من خلال اسمها مؤسسات خدماتية، وهذه بتقدم خدمات اجتماعية متنوعة زي اللي هي المؤسسات الصحية، المؤسسات التعليمية، الرعاية الاجتماعية، التأهيل الاجتماعي من ضمنها مؤسسات خدمات. أي مؤسسة بتقدم خدمات اجتماعية نعتبرها في إطار هذه المؤسسات اللي هي مؤسسات خدماتية. وهذه المؤسسات الخدماتية قد تكون مؤسسات حكومية أو مؤسسات أهلية أو تجمع بين الاثنين، بين الاثنين الحكومية والأهلية. هذه هي المؤسسات الخدماتية، وهذا نوع أيضا من أنواع أجهزة تنظيم المجتمع التي تقدم اللي هي الخدمات المختلفة للمستفيدين منها أو للمجتمع. في عندنا نوع ثالث وهو مؤسسات التخطيط، مؤسسات التخطيط، وهذه متخصصة في ماذا؟ في التخطيط، في التخطيط لخدمات من نوع معين وبرامج محددة، مثل مؤسسات التخطيط الخاصة بالرعاية الاجتماعية أو مجالس المنظمات أو إدارات التخطيط المتخصصة، يعني بتخطط لمشاكل معينة بيعاني منها المجتمع، لكن يغلب عليها هذه المشاكل الطابع العام، يعني يغلب عليها مشاكل عامة زي مثلا انحراف الأحداث في المجتمع، هذه مشكلة عامة بيعاني منها المجتمع، فإحنا بنخطط كيف نرعى هذه الفئة ونقل المجتمع منها بحيث لا تحدث في المجتمع أو نقلل منها. فهذه بنقوم يعني بعض المؤسسات التخطيطية بالتخطيط لمثل هذه البرامج، تخطيط للبرامج في الرعاية والتخطيط في الوقاية من الأحداث. ولذلك عندنا مؤسسة اللي هي الربيع عندنا لرعاية الأحداث، وعندنا جهاز كامل في وزارة الشؤون الاجتماعية اللي هو بيرعى مثل هذه الحالات اللي هي الدفاع الاجتماعي، الدفاع الاجتماعي. نعم، قسم الدفاع الاجتماعي، هذا القسم بيرعى اللي هي حالات الانحراف، ويعني بالنسبة للأحداث اللي هم الصغار، الأطفال الصغار، وبيعمل البرامج وبيعمل أيضا العلاج، كيف نعالج الطفل المنحرف أو الحدث المنحرف. فهنا يوضع في المؤسسة بناء على طبعا حكم بعد ارتكابه الجنحة، يوضع من قبل المحكمة في مؤسسة. دور المؤسسة ليس عقابي، ولكن دور المؤسسة هو علاجي، بحيث أن نعالج هذا الحدث بحيث يقضي المدة وهو يتعالج بتغيير سلوكي وتحسين سلوكي إلى الأفضل ويخرج إلى المجتمع كمواطن صالح. وأحيانا ممكن يخرج وهو متدرب على حرفة أو حرفة أو عمل معين وهكذا، بحيث يكون صالح في المجتمع. وأيضا لنا دور كذلك، المؤسسة دور
في الاتصال بالأسرة ومعرفة الأسرة ومدى ارتباط الأب بالأم وتماسك الأسرة أو عدم تماسكها. وهنا بيبقى في دور أيضا لهذه المؤسسات في إيجاد المناخ والبيئة الصالحة للحدث، بحيث يعيش في أسرة طبيعية وأسرة سليمة، ونهيئ له الجو والمناخ الملائم عند خروجه من المؤسسة التي وضع فيها، واضح؟ للذهاب بعد ذلك إلى أسرته الطبيعية لكي يعيش حياته، وبعد ذلك تتم المتابعة. هذا على سبيل المثال اللي هي المشكلات العامة عندنا. فمؤسسات التخطيط تقوم بمثل هذه الحالات اللي هي التخطيط لمثل انحراف الأحداث ومشكلة الإدمان، مشكلة الإدمان على تعاطي المخدرات وهكذا. هذه مشكلة عامة أيضا اليوم بيعاني منها المجتمع. وبرضه في عندنا مشكلة عامة التدخين. التدخين هذه هي لا تقل يعني خطورة ولا تقل يعني ضررا عن بعض المشاكل الأخرى. التدخين هذه مشكلة عامة، فمفروض مؤسسات تختص بذلك، وخاصة وزارة الصحة تختص بذلك بتنبيه المواطنين بعدم التدخين والوقاية من التدخين وعلاج المدخنين، كيف نعالجهم حالات المدخنين في الأسرة. ولذلك أنا بطلب منكم من كل طالبة، وهذا نداء صريح، بأنها إذا كان لها أب أو أخ أو قريب أو صلة رحم يدخن، عليها أن توجهه وتنصحه، أن توجه له النصيحة بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن بدورها. طبعا إلك دور كبير، أنت كطالبة علم تسمع العلم وتروحي توجهي، لأنه الدخان هذا مشكلة كبيرة جدا عندنا. أولا لها ضرر صحي. معلش هذه عوامل أخرى، يعني العوامل بتدخل وكذا، ماشي. إحنا بدنا نعالج المشكلة من ذاتنا، نعالج المشكلة من بيوتنا، نعالج المشكلة من الحالات الفردية اللي عندنا، بعد ذلك الجهات الأخرى هي مسؤولة عن ذلك. لكن نحن نوجه في الأول العلاج أن يبدأ من الذات. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلذلك التغيير يبدأ من الإنسان ومن الفرد ومن الأسرة. الأسرة هي الأساس. فعندي الآن يعني عدد من الطالبات فوق 70 طالبة والله أكثر، لكن هذولا لابد بتوجيه ونصيحة إلى من؟ إلى الأسرة وإلى الآباء الذين يدخنون، وإلى الإخوة وإلى الأخوال والأعمام. على الأقل نبدأ بصلاة الرحم والأقارب اللي إحنا بنقدر نتصل بيهم، والأزواج أيضا. بعض المتزوجات إذا كان زوجها كذلك يدخن، هذا والله نشكو عليه، يعني تتحمل زوجها وهو بيدخن. فلذلك يعني نصيحة، لابد يعني توجيه، نداء من هذه الجامعة إلى كل المدخنين في المجتمع، نداء صريح إلى كل المدخنين، هو الامتناع عن التدخين لما فيه من أضرار مادية، أضرار قبل ذلك صحية، وأضرار اجتماعية في داخل الأسرة. الزوجة والأبناء يعني يتحملون هذا المدخن على مضض، يعني فلذلك يعني يا حبذا أن نصرخ صرخة قوية لمثل هذه المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا، ونغير، نستطيع أن نغير وهكذا. وأنتم كأخصائيات اجتماعيات تستطيع أن تغير وتعدل في السلوك وهكذا، ولكن بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. نعم، غالبا المدخنين يمكن 99% منهم بكونوا واعيين انه هذا الشيء غلط وهذا الشيء بضر في صحتهم، هذا الشيء بيأثر على كل اللي حواليهم، بس انه المشكله في انه يعني هو بكون واعي وهو نفسه مش قادر انه يبطل من هذا الشيء. يستطيع، يستطيع، خصوصا انه وزاره الصحه بتكون حاطه على علبه الدخان انه ما يبين ايش بكون في الرئتين اساسها وايش بصير فيها وايش. نعم، واعي يعني، ومكتوب التدخين ضار بصحتك وسبب رئيسي لمرض، لسبب رئيسي لسرطان الرئة. وهذا نتيجة أبحاث، يعني ما عملها المصنع إلا يعني بعد الأبحاث. نعم، أنا أكيد ماشي. برضو إحنا لا نيأس، علينا أن نوجه ونذكر، علينا أن نذكر، لابد أن نذكر بالأضرار دائما، مش من مرة أولى، مرة أولى وثانية وثالثة وأيضا نختار الأوقات التي نذكر فيها والأماكن التي نذكر فيها المناسبة. هذه لابد من التذكير بمثل هذه المشاكل، واضح؟ إذن هذه المؤسسات التخطيطية هي نوع من أنواع أجهزة تنظيم المجتمع
وتعمل على معرفة المشكلات العامة التي يتأثر منها المجتمع، وتقوم بدراسة مثل هذه المشكلات والتخطيط لعلاج هذه المشكلات. هذه نوع من الأجهزة المختصة بذلك. فضربنا مثل على أجهزة انحراف الأحداث ومشاكل أيضا الإدمان، تعاطي المخدرات، أيضا مشكلة التدخين، مشاكل كثيرة جدا عندنا، يعني كذلك مشاكل المرأة ومشاكل المسنين ومشاكل الأطفال كثيرة جدا، ومشاكل الشباب، يعني مشاكل كثيرة، لكن في أجهزة مختصة بالتخطيط لرعاية هذه الفئات المختلفة. واضح؟ خلصنا من التصنيف الأجنبي اللي هو صنف لنا ثلاث أنواع من التصنيفات: تطوعية، مؤسسات تطوعية، ومؤسسات خدماتية، ومؤسسات تخطيطية. الآن عندنا الدكتورة هدى بدران، هذه أستاذة درستنا في تنظيم المجتمع في السبعينات، فلذلك نأخذ برأيها، ورأيها إلى اليوم نأخذ به، حتى الكتب الحديثة في تنظيم المجتمع تأخذ برأيها باعتبارها من مؤسسي طرق تنظيم المجتمع، هي والدكتور أحمد كمال والدكتور سيد أبو بكر حسنين رحمة الله عليهم جميعا، والرحمة تجوز على الحي والميت. فبعض الأساتذة اللي توفاهم الله ندعو لهم بالرحمة، وأيضا الرحمة تجوز على الحي، فإذا كان منهم أحد حي فأيضا له منا الرحمة ومن الله الرحمة، ندعو له بالرحمة، وكذلك الدعاء للذين توفاهم الله. فأنا أعرف من توفاه الله اللي هو الدكتور أحمد كمال والسيد أبو بكر، لكن هذه الدكتورة هدى لا أعرف، أذكر أنها من سنة أو سنتين كانت طيبة، لكن ماذا حالها الآن الله أعلم. ندعو لها، ندعو لها. وهكذا ميزة طلبة العلم، عندما يتذكرون أو يمرون على آراء أساتذتهم لابد أن يتذكروهم ويدعو لهم، ويدعو لهم بالرحمة، وأيضا الرحمة الدائمة. واضح؟ بالنسبة للأجهزة، وجهة نظرها قالت لهناك، يعني في عندنا أربع أنواع من المنظمات التي يعمل من خلالها الأخصائي الاجتماعي. طبعا في عندنا أجهزة بتستهدف التخطيط، أجهزة بتهتم بالأهداف التنسيقية، وأجهزة تخطيطية وتنسيقية. واضح؟ وفي يعني أجهزة كذلك اللي هي أجهزة تقوم بجانب وظيفتها التخطيطية والتنسيقية بتقديم خدمات مباشرة للأهالي، وفي عندنا أجهزة لا تستخدم اللي هو أخصائيين، بل تستخدم عاملون يعني غير الآخرون، غير الأخصائيين الاجتماعيين اللي هم بيقوموا بالعمل، زي التنظيمات الإدارية المحلية، زي الإدارة المحلية وهكذا، أحيانا يقومهم بالعمل يعني غير الأخصائيون الاجتماعيين. طيب، في عندنا التصنيف تاعها اللي هي الأجهزة اللي بتستهدف التخطيط، وهنا التخطيط يعني زي ما ذكرنا، التخطيط هو من أجل التخطيط لمعرفة مشكلاتنا ولمعرفة حاجاتنا وللمواءمة، وأيضا معرفة إمكانياتنا للمواءمة ما بين الحاجات والموارد الموجودة في المجتمع، حتى نستطيع أن نعالج مشاكلنا ونشبع حاجاتنا. فلذلك من هنا هذه أجهزة تخطيطية من أجل التغيير في المجتمع، يعني تغيير مقصود، تغيير، والتغيير غير التغير، التغيير تتدخل فيه الإرادة الإنسانية اللي هو تغييرات معينة في المجتمع إيجابية بتكون، غير التغير الذي قد يكون تلقائي، التغير تلقائي ممكن يكون سلبي أو إيجابي، لكن هنا التغييرات هذه تغييرات إيجابية، يعني تتدخل فيه أو يتدخل في التغييرات اللي هو الإنسان، الإرادة الإنسانية، ولذلك بيعتمد على ماذا؟ على التخطيط، على التخطيط. طبعا التغيير في مجال أو مجالات لتحقيق أهداف دقيقة محددة بغض النظر عن الاهتمامات المختلفة لفئات المجتمع. طبعا هذه الأجهزة، أجهزة التخطيط، بتعتمد على استراتيجية الضغط، وهذه سنتناولها إن شاء الله عندما سنتناول الاستراتيجيات،
عندنا استراتيجية الإقناع واستراتيجية الضغط، سنتناولها عندما نتناول استراتيجيات تنظيم المجتمع. في عندنا أجهزة تهتم بالأهداف التنسيقية، وهذا التنسيق، وهذا زي ما قلنا الأجهزة التقليدية، الأجهزة التقليدية الأولية لتنظيم المجتمع اللي بتهتم بالتنسيق، واضح؟ فهي يعني دائما يعني وجودها هو تقديم المصلحة العامة للمجتمع ككل. هذه الأجهزة بتحدد أهدافها بشكل عام بحيث يسهل اتفاق جميع الوحدات اللي بتكون منها الجهاز حول الأهداف. فهذه مؤسسات تنسيقية هدفها التنسيق، وهذه أول ما ظهرت الأجهزة التنسيقية مثل ما تحدثنا في بداية المحاضرة في المرحلة الأولى في تطور طريقة تنظيم المجتمع، وهي المرحلة التنسيقية للتنسيق بين المؤسسات التي تقدم الخدمات المختلفة، أيضا للتنسيق في يعني توفر الوقت والجهد من خلال هذه المؤسسات عندما تنسق بينها، وتمنع التكرار والإزدواجية في تقديم الخدمات والاستفادة من الخدمات للمحتاجين من هذه المؤسسات. فلذلك هذه المؤسسات أو الأجهزة هو هدفها التنسيق، هدفها التنسيق، واضح؟ طيب في عندنا طبعا هذه الأجهزة، لا لسه ما زال هذه أجهزة اللي تكلمنا عنها النوعين اللي قالت عنهم الدكتورة هدى بدران، أجهزة تخطيطية وأجهزة تنسيقية، ما بتقدمش خدمات مباشرة إلا في بعض الأحوال، لا تقدم خدمات مباشرة إلا أحيانا من أجل تجربة معينة، مثلا تقدم خدمات للناس والمحتاجين، بعض التجارب اللي ممكن يجروها في المجتمع من خلال تقديم خدمات معينة بتتولاها هيئات أخرى. وأيضا تعمل هذه الأجهزة يعني بيعمل فيها أخصائي اجتماعي مسؤول عن عمليات تنظيم المجتمع اللي بيقوم بها الجهاز التخطيطي أو التنسيقي، جهاز تنظيم المجتمع التخطيطي أو التنسيقي. في عندنا نوع ثالث من أجهزة تنظيم المجتمع، أجهزة بتقوم يعني بتقديم خدمات مباشرة للأهالي بجانب التخطيط والتنسيق. نعم، بجانب التخطيط والتنسيق، واضح؟ وهذه بتعتبر جزء أساسي من وظيفة الجهاز، بأنه بيقدم خدمات مباشرة للجمهور أو للمستفيدين من الخدمات المؤسسة أو الجهاز. زي ماذا؟ مثل ماذا هذه الأجهزة اللي بتقدم خدمات مباشرة؟ المحلات الاجتماعية، المراكز الاجتماعية، الوحدات الاجتماعية الموجودة أحياناً، وحدات اجتماعية وهكذا. هذه كلها أجهزة تنظيم بتقدم خدمات مباشرة بالإضافة لوظيفتها التخطيطية والتنسيقية، وهذا يتناسب مع إيش؟ مع المفهوم الحديث لتنظيم المجتمع، إنه جهاز تنظيم المجتمع يقوم بتقديم خدمات غير مباشرة وخدمات مباشرة. في عندنا أجهزة يعني النوع الأخير من أجهزة تنظيم المجتمع، وهو أجهزة لا تستخدم أخصائيين اجتماعيين لتوجيه عمليات تنظيم المجتمع التي يقوم بها، مثل تنظيمات الإدارة المحلية، واضح؟ بنكون بذلك يعني في هذه المحاضرة انتهينا من تصنيف الدكتورة هدى بدران، ويعني في المحاضرة القادمة إن شاء الله نكمل باقي التصنيفات دكتور أحمد كمال والدكتور سيد أبو بكر بإذن الله تعالى. فإلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة، لكن مني كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.